ياه، انا بقالي كتير نفسي اعمل الفيديو ده بصراحة، لان الضب بالنسبة لي واحد من احلى الزواحف في العالم، وانا شخصيا متعلق بيه جدا، وكل الناس اللي تعرفني عارف تعرف ان انا بحب الضب جدا. فالنظيم غب وجعان مصيود بدد سن نيسان خايف من معدة جيعان يطبخ مع رز وقرصان قرصان. انا شايف ان الضب المفروض يبقى هو الحيوان الرسمي للمنطقة العربية كلها وللشرق الاوسط، لان هو ما بيعيش بره الشرق الاوسط. هو الضب من حدود الصومال لغاية العراق والايران، حتى الحاجات اللي شبه الضب اللي في الهند وما بعد الهند اتقسمت تقسيمة تانية. فلو قلنا الضب اللي هو اليورماستكس، اللي هو الاسم اللاتيني بتاعه يورماستكس، فهتلاقوه عايش في منطقتنا. فعشان كده احنا لازم نكون بنحب الضب جدا، هو ده الممثل بتاعنا يا جماعة، ده الحاجة اللي ربط المنطقة كلها. لو انا حطيت خريطة هنا هنشوف ان الضب بالانواع بتاعته كل منطقة عربية هتلاقي فيها نوع معين من الضبوب كأنها ممثل ليها. يعني السعودية هتلاقي فيها نوع ضب، اليمن فيها نوع ضب، مصر فيها نوع ضب، السودان فيها نوع ضب، الجزائر فيها نوع ضب. فهو ممثل جميل جدا للمنطقة العربية، وللأسف لغاية دلوقتي ما فيش ولا واحد أبدع فيه. احنا المفروض نكون أول ناس نبدع في الضبوب، لأن هي بتعبر جدا عن منطقتنا، وتربيتها طبعا هتبقى أسهل لأن هي منطقتها العربية أو الهابيتات بتاعتها هي المنطقة بتاعتنا، فاحنا ممكن نربيها بسهولة. على القرصان مع القرعي الضب على صوته صح صدوني في بر رماح الضب على صوته صح صدوني في بر رماح صواب ورجلي بسلاح أنا من رجلي مرضان صواب ورجلي بسلاح أنا من رجلي مرضان أنا من رجلي مرضان 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 مرضان. خلينا ناخد الضب بقى ونتكلم عنه أكتر. الضب بالانجليزي، لان هو مش عايش في منطقه بيتكلموا فيها انجليزي او في منطقه كانت مهتمه بالضبوب، فملوش اسم انجليزي غير الاسم اللاتيني بتاعه. باللاتيني الضب اسمه يورماستكس. يورماستكس معناه الديل الكرباج باللاتيني، فعشان كده لما ربوه في امريكا وفي اوروبا سموه يورماستكس على طول، لانه ملوش اسم عادي. في ناس اللي ليها علاقه جيده بالشرق الاوسط وبالناس اللي عايشين هنا بيقولوا عليه ضب ليزرد، يعني السحلية الضب، فمن اسمه يعني. أيوة، هو الضب ده اللي بيأكلوه في السعودية وفي الخليج، مفيش أي مشكلة في أكله، زي ما بنلاقي إن الإجوانة في لاتين أمريكا بيأكلوها لأن هي مصدر للبروتين، فالضب برضو كان مصدر للبروتين في الدول الخليجية، في السعودية خصوصا. أنا معرفش فين تاني في الخليج بيأكلوه. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب، يعني إن هو حلال بس هو ما حبش يأكله. الضب عموما حجمه بيتراوح من يعني 75 سنتي او اكبر للضبوب الكبيره، انواع كتيره، او صغير قد كده للانواع الصغيره. كلهم صحراويين عاشقين للشمس، بيعشق الشمس، بالنسبه له الشمس هي يعني حياته كلها. بيعيش في جحور، هو مش رملي قوي على قد ما هو صخري، بيعيش في الصحراء في الاماكن الصخريه والجبليه. تقريبا كل الضبوب بتعيش في مناطق شبه بعضها شويه، زي ما قريت في كتاب الدكتور شريف بهاء الدين كان بيقول ان الاكاسيا والضبوب مرتبطه جدا ببعض. الاكاسيا دي نوع من انواع الشجر يعني، لان الضب من القلائل في الزواحف اللي بياكل نباتات بس، يعني هيربيفورس، ما بياكلش حشرات ولا لحوم ولا اي جاف، ودي ميزه كبيره جدا للضبوب، ان هو حتى في التربيه في القصر بياكل جرينري، بياكل اوراق خضراء وخضروات، فده تربيته اسهل وانضف طبعا. انا مش قادر اقول اسهل قوي لان في الحقيقه هي مش سهله، ساعات اللي بيربي حشرات بيبقى اسهل، بس لو خدنا ريفرنس للاجوانه، الاجوانه بتاكل خضره وهو بياكل خضره، فدي ميزه كبيره جدا. حتى لو انا فعلا قابلت صيادين وناس بياكدوني ان هم شافوا الضبوب في الطبيعه بتاكل حشرات، بس ده بشكل اوكيجنال ومش مستمر، ممكن ياخد حشرة او اتنين. خلينا نجيب الضبوب معانا. ده دكر اورناتا او ضب ملون مصري.
ده كان عندي من هو لسه فأس صغير كبر عندي. هو لما بصغير ما بيبقاش ملون كده، بيبقى لونه بني زي لون النتاية، هنشوف النتاية دلوقتي. وبعدين لما يكبر بيلون كده، في منه جريدز، تلاقي منه الأزرق، تلاقي منه الأخضر، لونه جميلة وممتعة يعني. لو عايزين نتكلم على الأنواع بتاعة الضبوب، ممكن نتكلم عن خمس مجاميع أساسية. المجموعة المفضلة بالنسبة لي اللي هي مجموعة الأوسيليتا، اللي هي اللي فيها اليورماستكس أورناتا اللي هو الضب المصري، فيها اليورماستكس أورناتا فليباي اللي هو الضب السعودي، فيها البنتي أو الضب اليمني، فيها الأوسيليتا اللي هو الضب السوداني، فيها التاني، فيها كمان حاجة اسمها الشوبراكي، يورماستكس شوبراكي. في مجموعة كمان بنحط فيها المكفيداني والبرنسبس، لان هما مش من مجموعة تانية، الاتنين مش قريبين قوي من بعض، بس ده ضب صومالي والضب البرنسبس ديلهم بيبقى الشوك فيه طويل قوي، شايف زي ما انتم شايفين الضب بيبقى ليه شوك في ديله كده. ومجموعة مفصلة هتلاقوا فيها الضب البنتاي، الضب سوري التوماسي، التوماسي ده اللي هو الضب العماني. الضب العماني ديله بيبقى تخين ومدور كده، شكله جميل جدا، وده يعتبر اندر انواع الضبوب واغلاها يعني. ممكن تلاقي الواحد يورماستكس توماسي ب $1,000 يعني، بحوالي 20,000 جنيه واحد، مش البير حتى. غرب افريقيا، ممتدة يعني في كل افريقيا بس الاكثر انتشارا، هي مجموعة الاكانثينورا. الاكانثينورا فيها تقريبا 5-6 انواع، خلينا نراجع الكلام ده عشان ما اقولش حاجة غلط. لو قلنا مجموعة الاكانثينورا فيها ديسبار، يورماستكس ديسبار، يورماستكس مالينوسس، يورماستكس فلافيكيتا، يورماستكس اكانثينورا، يورماستكس نيجيري، في كمان حاجة اسمها يورماستكس الفريدش ميديتي، وطبعا اليورماستكس
مجموعة كمان اللي هي مجموعة الإيجيبتك أو الإيجيبتيا اللي هي مجموعة الضب المصري اللي بيكبر. في منها ثلاثة أو أربعة سب سبيشيز اللي هي الإيجيبتيا إيجيبتيا والإيجيبتيا مايكروليبس إيجيبتيا مايكروليبس اللي هي الضب المصري العربي Arabian Euromastics. في كمان حاجة اسمها إيجيبتيا ليبتيني، دي كلها أنواع بتكبر وبتبقى شبه بعضها. دي أنواع الدبوب وأماكنها زي ما أنتوا شايفين كلها عربية وشرق أوسطية. الضب بطبعه هادي يعني مش بيعض، هو مش هادي يعني مش بيحب قوي المسك زي البيرد دراجون مثلا ولا الليبرد جيكو، بس هو مش بيعض يعني بطبعه، ممكن حتى تقابله في البرية ما تلاقيهوش شرس. يعني احتياجاته في الأسر، لأن أنا مصمم بصراحة إن احنا نتفوق في تربية الضبوب ونكون الناس تتعلم مننا تربية الضبوب وإنتاجها ونكون مصدر للضبوب في العالم كله. كابتيف بريد طبعا، احنا مش عايزين نهرب ضبوب، احنا عايزين ننتج ضبوب ونصدرها. الضب تربيته في الأسر محتاجة مكان واسع، الضب ما بيستحملش مكان ضيق، فمحتاج على الأقل متر ونص في 50 سنتي. هو بيتسلق عادي الصخور، لو انت حطيت له صخور هيتسلق عليها، بس هو بيحب الارض الكبيره اكتر. يعني بيحب دايما يستخبى في جحور، فانت تحط له حاجه يعرف يستخبى تحتيها ويحس ان هو لما يفرد نفسه يحس بتقل وفوقيه يعني، فاحنا بنحط له سيراميكا او طوبه يحشر نفسه تحتيها ويستخبى. طبعا لان هو عاشق للشمس، فانا من انا ما بربوش بره في الشمس، بس انا انصح كل الناس اللي تربيه في الشمس، هو عاشق للشمس والشمس بالنسبه له من اهم المصادر للفيتامين دي 3 والحياه كلها عشان يعيش وياكل خضره بشكل طبيعي. هو الضب مش بيحب يعيش في مجموعات، هو بيعيش لوحده، بس لو حطيت ذكر وانثى من وهم صغيرين دي شرط مهم، ممكن يتعايشوا مع بعض، بس ذكر وذكر زي اي زاحف لا ما يعيشوش مع بعض. من ميزه كبيره جدا في تربيه الضبوب، ودي مش موجوده تقريبا في 95% من الزواحف، ان الذكر والنتاية باينين بالشكل. خلينا نجيب النتاية ونشوفها عاملة ازاي. الذكر ملون والنتاية مش ملونة، وده فرق مهم جدا في التفريخ لما تكون الموضوع واضح وصريح كده معاك. الانواع الضبوب تقريبا 95% منها بيبقى فيه فرق ذكر ملون عن النتاية، ودي ميزة كبيرة مش هتلاقيها في زواحف كتير. كمان بيحتاج في الأسر اماكن للاستخباء، اماكن للحراره، باسكينج سبوت يعني مكان يقعد فيه يتشمس زي طوبه فوقيها الشمس بتاعتك، او لو انت بتربيه اندور محتاج لمبه توفر لك درجه حراره بتوصل من 45 50 درجه كمان للضب عشان ياكل كويس وتلاقي الوانه ظهرت وبقى جميل. البيت بتاع الضب لازم يكون فيه درجتين حراره او جريدينز من الحرارات في الحوض بتاعه، عشان هو من ذوات الدم البارد فهو محتاج يتحكم في درجه حراره جسمه. فلما احنا بنقول في درجه حراره 50 لازم الناحيه الثانيه يكون في حته يعرف يستخبى فيها درجه الحراره فيها 25 درجه ولا حاجه. فالحوض بتاعك انت هتحط درجه السبوت لايت او الباسكينج سبوت في ناحيه، والناحيه الثانيه تبقى برد عشان هو يحدد درجه حراره المناسبه ليه. طبعا ده بتختلف من نوع لنوع لحبه للحراره وحبه الرطوبة. طبعا هو مش بيحب الرطوبة خالص، لدرجة هو اصلا انا ما بحطلوش طبق مية في الحوض بتاعه، بيحصل على الرطوبة اللي هو محتاجها كلها عن طريق الاكل بتاعه. الاكل بتاعه لازم تنوع له في الخضرة اللي بتحطها. من افيد الحاجات اللي موجودة في مصر وانا بحطها له الجرجير والخص البلدي، السلق بتاع القلقاس، وطبعا ممكن نحط ورد، هو بيحب الورد جدا، بيحب الورد بتاع الجعضيد، وبيحب الجعديد جدا طبعا، الجعديد مفيد جدا. وردة الجعديد او الوردة الصفراء اللي ممكن نلاقيها واحنا ماشيين في الصحراء، الهيبسكس، كل الانواع اللي ممكن تتاكل. كمان بحط له في الحوض بتاعه بعض الحبوب، لان هو من اكيل الحبوب، يعني ممكن احط له دنيبه وبنكم وفلارس
والأهم من كل ده عشان مصدر للبروتين لي بحط له عدس أصفر ناشف وهو بيكسره كده وتلاقيه بياكله. اللون هو بيحب الألوان، فهو الورد الصفراء أو الورد الحمراء أو العدس الأصفر ده بالنسبة له شيء جذاب وبيحب ياكله. الدبوب تقريبا بتبتدي تتجوز بعد عمر سنتين ونص ثلاث سنين، الذكر بيبقى أكبر من النتاية وبتبتدي تبيض في مكان فيه رملة بتحفر فيه وتبيض، البيض بتاعها يكون مرطب شوية ما بيحبوش الرطوبة خالص. ولو حطيت ولو عاليه الرطوبه عندهم هتلاقي حصل حاجه اسمها عندهم سكيل روت او 10 تيل روت او عفن الديل. والله من نغزن جالي بالعود من البزراني، والله من نغزن جالي بالعود من البزراني، والله الورعان قشراني هم قاهرين الضبان، هم قاهرين الضبان. زيت فرامل يا ولد اخلص. انا اتمنى ان مصر تبقى فيها انواع كتيره من الدبوب ومربين كتيره للدبوب ونحترف تربيه الدبوب بكثره. انا عارف انا شخصيا عندي مشاكل في تربيه الدبوب لغايه دلوقتي ومش عارف انتج منهم، بس نصيحتي الاولانيه اللي انا اتعلمتها من التربيه ان انت هاتهم فأس صغير، الكبير بيبقى اتعود على البريه ومش عارف ياخد على الاسر كويس، انما الصغير يعني عن تجربتي ان هو كان احسن في التربيه. كل واحد يجرب ويقول لنا ايه تجربته وايه اللي نجح فيه وايه اللي ما نجحش فيه مع الضبوب. احنا معشار الضبان نشكي والله من البزران، احنا معشار الضبان نشكي والله من البزران، حسونا والله الورعان صقعونا في الجدران، حسونا والله الورعان صقعونا في الجدران. الف لام جيم دال رال الف نون جدران. ودي يملكني عاقل.